رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير وصحه جيده يا رب. ان شاء الله اليوم نهار الزواج تاع سيدنا رمضان، واللي بقى لي البارح ما يعني ما كليناش بزاف، غير هو غادي نحمي ونزيد معاه غير بعض الاضافات بسيطه. وكما دروك غادي ندير واحد المملحات بحشو بسيط واقتصادي. راه عندي 350 غرام تاع الفرينه في كاس عامر، انا هذا الكاس يرفد لي 250 مللتر تاع الحليب دافي، يكون دافي ماشي طابخ. مغرف صغيره تاع الملح، مغرف معمره صغيره معمره تاع السكر عادي السكر، ومغرف كبيره معمره تاع الخميره تاع الخبز. مع راه البرد وراه ينو كبرت المغرف، وزوج مغارف كبار تاع الزيت. نبدو بسم الله، ان شاء الله هادو غير اضافات بسيطه باش ما نقعدوش في التبديل والضياعه وحاجه ما ناكلوهاش. نعاودو غدوه ان شاء الله نسخنوها ونديروها. ندير السكر مع الخميره على جهه، نخلط غير شويه. العجينه مام هي بسيطه، الملح اللي حطيته، ندير الزيت، زوج مغارف كبار عمرتهم مليح مليح. وغادي نبدا ندير الحليب تدريجيا حتى تكملي العجينه وتبقى لي طريه. نخلط مليح هذاك الزيت باش يدخل لي في كاع الفرينه اللي عندي. فوالا، اليوم راه خير ربي، راه النور راهي طاحت مام في الليل الحمد لله، باش ما جيناش الصيام صعيب وسيختو مع الدار. الدار واحد هكا شويه برد الحال ما يكرهش. بسم الله، نبدا نخلط. راكم تشوفوا الحليب راه غير دافي، ماش طابخ ماشي يخرج له الدخان بزاف، لازم يكون دافي. راكم تشوفوا كاس راه كفاني في العجينه، نقلح لا سباتول غير لما بيدي نعاود نرجع. نلمو العجينه بهذاك الحليب ومن بعد نعجنوها غير واحد الدقيقه قد ما يتجانسوا كاع المكونات في بعضهم. وزيت طرالي شويه، فوالا غير خمس دقائق، ماشي يعني كيما المطلوع اللي درته البارح. ان شاء الله يكون عجبكم. هذاك هو يبغي العجن، فوالا قد ما تدخل الفرينه مليح مليح في العجينه تاعها. نخليها تخمر بلا ما وجد لها الحشو تاعها. فوالا، خليت العجينه تاعي تخمر على جهه، ودروك الحشو تاعنا بسيط كاع بسيط واقتصادي. قطعت حبه بصل موين رقيق، وربينا حبه كورجات القرعه الخضراء ربيناها في الرقيق لاغاب، هذيك الرقيقه يدويه. وربينا حبه كروطه رقيق رقيق، ان شاء الله كي غادي نقلوهم مليح مليح ما غاديش يتبان البنه تاعهم، هما يطلقوا لو جو يطلقوا الفائده. بصح كي نزيدو معاهم الشامبينيون هذا اللي غسلته بالمحامي وخليته مليح مليح في المحامي، من بعد قطعته كي كان كبير هكا باش لوكو يكون ماشي غالب تاع الخضره على الشامبينيون. وعندي فرماج كي نكمل الطياب تاعهم نحطوا الفرماج في المقله ونخلطوه معاهم ما دام سخون. وللتوابل غادي ندير شويه تاع الملح، الفلفل الاسود والكركم. هذا ما كان فوتو ان شاء الله نقلو. هاي دبلت البصله حتى هي الاولى، عاد باش نزيد الخضره الاخرى بيسكو البصله شويه قاصحه عليهم. نحط الخضره تاعي تطيب ونزيدهم التوابل كما قلت لكم حتى كي يطيبوا مليح مليح، عاد باش نزيد هذاك الطرف تاع الفرماج كومبلي. راه طاب لي الحشو وقلبته هنايا في زلافه تاع الزاج باش في الخفي يبرد لي، هكا نسرعوا عمليه هكا باش يبرد. وشاه باش العجينه كي تخمر تكون الحشو بارد باش ما يقطعليش العجينه. غادي ندير له كاع حد الكاري تاع الفرماج بيسكو ما درت معاه لا لحم لا حتى حاجه، نكثروا معاه الفرماج. وكي يقرب يطيب راني ندير له شويه تاع الفخوماج غابي هكا باش يجي في المنظر يجي شباب، وفي الحطه في الطابله يجي شباب هكا، يكون حاجه بسيطه بصح في المنظر تكون شابه ما شاء الله.
نخلطه مليح مليح حتى يذوب فيه ونخليه على جهه بلا ما خمرت العجينه تاعي. باغي نوجد الديسير تاع اليوم، خليت العجينه تاعي تخمر والحشو يبرد. هاد التحليه راهي ولا اروع ولا حاجه، سامبل تري سامبل، وكاع الناس تبغيها. شا هي لي كلاص لا كريم اللي نقولوا حنايا بالعاميه. شرع عندي ربعه تاع لي بو تاع ياغورت ناتور بصح سكري، بو ياغورت طبيعي بصح محلى مسكر ماشي الناتور هذاك اللي بدون سكر. راه عندي 250 مليلتر تاع لا كريم فريش ايبس، هذه غادي نطلعها بالباتور دقيقه واحده. عندنا دقيقه واحده نخدمها بالباتور، ما تزيدوش فوق دقيقه. 250 مليلتر تاع لا كريم فريش ايبس هذيك ثقيله، في 200 مليلتر تاع الحليب المركز ولا نيسلي نورمال، هذاك المركز المحلى كما تشوفوا. هذا غادي نخليهم على جانب، نجيب الباتور تاعي نطلع لا كريم كما قلت لكم تاعي دقيقه، نيفيتيكم ان شاء الله لو بروي تاع الباتور ونولي دقيقه ما تزيدوش فيها. لا كريم تاعي خدمتها ميم با دقيقه، راكم تشوفوا لازم تخدموها ابان دقيقه تعطيكم هذه النتيجه. ودروك شاي حمدي نخلي هذه على جهه، نخدم خف خف، نحط الحليب المركز تاعي والياغورت بسم الله، نخلطهم مليح مليح عاد باش نبدا نضيف لهم هذيك لا كريم تاعي اللي طلعتها ونضيفهم نعاود نرجع. انا خويت الياغورت مع الكراميل نخلطهم غير شويه، وانا حنا ما نجموش ناكلوا الياغورت لي كلاص برا، نخدموهم في الدار. فوالا انا هذه لي كلاص وياغورت نعشقها نحبها بالبزاف. فوالا نبدا نحطو في لا كريم تاعنا، حاجه ولا اسهل غير باليدينا، وغادي نخدمو احلى كلاص لا سوربتيير لا حتى حاجه. راكم تشوفوا لازم القوام تاعها يكون كثيف، ولا كريم تاع هذه لا كريم فريش نعاود لكم ما تكثرولهاش بالباتور دقيقه ابل غير قد ما تخفق غير شويه وتحبسوا. هاكو كملتوا لي لي كلاص ويا وقت تاعكم، ها ميم با 10 دقائق. نجيبو لي بوغ منا من الحواشي ونخلطو مليح مليح، ان شاء الله تجربوه وتدعوا لي ربي مع هذا سيدنا رمضان يعجبكم يعجب وليداتكم ان شاء الله. شرح الحمد لله ما بقيتش ندخلها الكونجيلاتور في حاجه تعزاج تطرطق لي، نديرو له اون بوطون بلاستيك نفرغه بسم الله. غادي تعطيكم كميه لاباس بها، ولا كنتم بزاف ما شاء الله عليكم دوبلو المقادير باش تجيكم الكميه كبيره. فوالا نزيد هذه دروك، غادي نعطيكم استيوس باش ما يديلكمش هذاك الثلج من الفوق. شهية غير الفيلم اليمونتير تحطوه، بصح تحطوه لاصق مع الخليط تاعكم. تحطوه لاصق لتحت تهودوه مليح مليح باش ما يديلكمش هذيك الطبقه تاع الثلج ويجيكم لي كلاص كيما اللي تاكلوهم برا ولا خير. فوالا ماشي كنتوما تاكلوا لا كريم وتاكلوا في الثلج، اللي ما عندهاش دير غير كيس تاع الكونجيلاسيون هذاك تقطعه بالمقص وتحطه. فوالا ان شاء الله راكم تشوفوا مليح، راني نتوشي بالفيلم اليمونتير تاعي راني نتوشي في الخليط، ماشي تحطوا هنايا الكيس نقطعه. نرده مليح مليح ونبلع عليه لابوات، لازم لابوات تكون تتبلع، وتدخلوها في الكونجيلاتور على الاقل 6 سوايع ويحكم روحه مليح مليح وتاكلوه بالصحه والهنا ان شاء الله. انا غادي نحطه من بعد نوريه لكم ان شاء الله مور السهره.
راه خمر لي العجين تاعي طلع لي ما شاء الله، والخليط تاعي راه برد لي. نبدو نخدمو، سمحوا لي لافو تاعي راهي ريحت لي. نبدو نخدمو العجين تاعنا، نقطعوه فوالا. الكوريات نتوما والخضر تاعكم، كاين اللي يبغي هادو المملحات تاعها يبغيهم كبار، وكاين اللي يبغيهم شويه مويه فوالا. نجيب خدمي نبدا نقطع فوالا. جاوني كميه لاباس بها فوالا، 8 حبات. شنو نبدا ندير؟ نبدا نحل الاولى، نجيب الورق تاعي. كيفاش راح نعمرها؟ حاجه سامبل بصح في المنظر تكون شابه فوالا. غادي نرققها الماكسيموم فوالا، نحطها كيما هكا، نسقدها هادي. نجيب الحشو تاعي، شويه تاع الفرماج. راكو تشوفوا كي تلاح الكركم راهي اللون تاعها راه ما شاء الله. اش راح نديرو؟ نحلمها منا نديرها هكا، غادي تجي ما شاء الله لا في المنظر لا يعني يفرحوا بها. غادي نزيد لها شويه تاع الحشو بيسكو بنت لي ما عمرتهاش بزاف، وهنايا نقرصوها مليح مليح ونقلعوا هاد الزايد ولا نخدموها مليح مليح. ان شاء الله غير تعجبكم هادي يعني الشكل هذا سامبل ويجي شباب. غادي نكملهم كاع كيما هكا ان شاء الله، وناكد لكم لازم تضغطوا على هاد الجوانب هادو، تبغوا تبلعوهم تبغوا تخلوهم محلولين. انا الفوقاني غادي نخليها كيما هكا، والتحتانيه ندلها هكا. راني خدمت العجينه تاعي، شوفوا المنظر تاعهم كيفاش يعمر العين غير بالخضره. واني درت مملحات يعني خير من نديروهم بالحوت ولا بحاجه تاع الحم، ولا كل نهار ونهاره كل نهار ومكتوبه. شايحه ندير له دروك ناكد لكم ونعاود لكم كي حطيتهم، وعاود بغيت ندير لهم نطليهم بالله شويه تاع الحليب، نعاودو تقرصوهم من الفوق، تعاودو تقرصوهم من ثاني من تحت باش تاكدوا بلي ان شاء الله فطير ما غاديش ينحلوا لكم. انا حطيت الفرن تاعي يحمالي على نار متوسطه، شعلت عليه من الفوق ومن تحت. وراني جبت كيما نهار اللي درت لي سوفلي، درت شويه تاع الحليب مع شويه فلفله حمراء، مغرف صغيره تاع فلفله حمراء وقطره من الخل هكا باش ما نضيعش روحي في الصفار البيض. من بعد البيض نقيسه، غير الحليب والفلفله حمراء، وغادي يحمر لكم ما شاء الله. تطلو غير في الجوانب، تطلو المره الاولى من بعد تعاود تطلو المره الزوجه فوالا. غادي يجيكم روعه في الحطه في الطابله ان شاء الله، تفرحوا بها ارواحكم بعد نتوما الوالا، وتفرحوا بها وليداتكم وعائلاتكم. بلادي علينا بلا تبدير فوالا. غادي نستنى شويه نطلي الزوجه باش ما نطولش عليكم الفيديو، ان شاء الله ما يكونش طويل وما يكونش يعني ما تكرهوش مني فوالا. نعاود نولي للاولى، نطليها مليح مليح وندير لها شويه تاع الجنجلان. نتوما وخاطركم تبغوا الجنجلان، تبغوا السانوج، تبغوا تخلوها هكا وحدها. ودرت لهم شويه تاع الزيتون الاسود كان عندي باقي لي، ندردر شويه تاع الجنجلان، حاجه اللي ما توفره في الدار باش تجي الشكل تاعها يجي مطبوع فوالا. يا حبيبات ان شاء الله تكون عجبتكم. انا بعدا هذه راهي عجبتني في الشكل تاعها، ان شاء الله نتوما ثاني تعجبكم. غادي ندخلها للفرن، وكي طيب كاع طيب طيب كاع مليح نطفي الفرن، نكون موجده هذا الفرماج غادي نرابيه، نكون موجدته كي نطفي الفرن، ندردر عليهم خف خف ونردهم في فرن سخون بصح طافي
نطيبهم ان شاء الله بعد نشوفوه. بغيت نوجد الشربات هذيك تاع الليم، نقول تاع الليم هذيك اللي ما شاء الله عليها، سمحوا لي على لافوا. وبغيت نوريكم لاسيد سيتريك انا كي شريته، يبيعوا بالكيلو صحاب الحوانيت تاع اللي يبيعوا صوالح الحلويات، هذه كاع 20 ميل. ما بغيت نخليها في لابوات تاعها باش تشوفوها، جايه كيما السكر نورمال تاعنا تاع الدار، بصح هو سموه لاسيد سيتريك. غادي نستعملوا هذه الكميه غير مغرف صغيره نرفدوها منها. والليكستري تاع الليمون هذا جا جديد وجا ما شاء الله. انا العام اللي فات كنت نشري الملون وكنت نشري الليكستري، هذا لا هذا العام جابوه ما شاء الله عليه، ولوكو خير من تاع العام اللي فات. هذا منه اكستري تاع الليمون قاطع الريحه قاطعه ما شاء الله، ومنه ملون. غادي نستعمل ثاني مغرف صغيره كيما لاسيد سيتريك. وش راح نستعمل؟ نستعمل نص كاس تاع الحليب، حليب عادي، ونص كاس تاع السكر، وانتوما والذوق تاعكم. هذا هو نص كاس تاع السكر، يجيكم حلو ويجيكم على خاطركم ما شاء الله، خير ما تروحوا تشروه ما تعرفوش كاع باش راه مصنوع وين خلطوه وين داروه. راكم عارفين السوق كيفاش داير. في لتر ونص تاع الماء عادي. نبدو بسم الله بلاسيد سيتريك، راكم تشوفوا ما تكتروش منها باش ما يجيكمش مر. شوفوا المغرف، انا دائما ميزاني هذا هو مغرف صغيره لاسيد سيتريك، وهذه تبقى لكم شهر وفايت شهر. تستعملوا كل يوم لتر ونص تبقى لكم، ويفضل تفضلوا منها ان شاء الله في مره شهر رمضان. غادي تشوفوا دروك هو معطر وملون، نحطوا مغرف عامره، راكم تشوفوا قداش ثقيل. نزيد شويه، شوفوا كيفاش غادي يدير يخدم الملون تاعه، راكم تشوفوا. مازال راه لتحت، مازال غادي نزيد نخلطه. نزيد معاه الكاس تاع السكر، نص كاس تاع السكر سمحوا لي، مع نص كاس تاع الحليب. نشيل السكر، الريحه تاع الليم راهي ما شاء الله. هادو اللي يبغوا الشربات هذا غير بلاسيد سيتريك وبالملون الغذائي، ما درت لهش الليمون ما درت له حتى حاجه. نخلطه مليح مليح، ان شاء الله تفطروا به وتفرحوا به ان شاء الله. غير كي تروحوا عند صحاب المحلات تاع الحلويات يعطيكم من القرعه الكبيره هذاك الاكستري تاع الليمون، يعمر لكم نتوما وخاطركم. انا هذه عمر لي 100 دينار، 100 دينار 10000. هذه انا درت البارح ودرت اليوم، ان شاء الله كي تكملين نعاود نروح نشري منها. شوفوا كيفاش تلون راه ما شاء الله، كما اللي تباع عند صحاب الكالنتيكا وصحاب اللي يبيعوا لي بيتزا ولي شوسون. شوفوا ما شاء الله عليه، تخدموه في الدار غير بمغرف صغيره تاع لاسيد سيتريك، مغرف صغيره تاع ليكستري سيترون منه كولورون، هي قرعه كبيره نعاود لكم ناكد لكم، قرعه كبيره وعمر لي منها. ونص كاس تاع الحليب ونص كاس تاع السكر، نتوما درتو شربات تفطروا بها بالصحه والهنا. هذا هو الفطور تاعنا، انا حطيته على الطاوله تاع الافطار، ما باقي والو على الاذان. هذا هما المملحات اللي خدمتهم، شوفوا كيفاش خرجوا لي ما شاء الله. لاباط خفيفه بالقطن يعني بالبزاف، وحميت اللي كان عندي البارح الحلو حميته، راكم تشوفوا. عاود حطيت الروز سلطه نورمال عاديه، وهذو راكم تشوفوا فيهم في البتيبو، هذا ياورت منزلي 100% طبيعي، يعني خدمته بدون حافظ بدون حاجه طبيعي. ان شاء الله نحط لكم الوصفه غدوه ان شاء الله فيديو، راكم تشوفوا اني قلبت على روحه ويبقى هو هو. وحميت الفلفلاكه تانيك، وبنتي دارت شويه تاع البوراك، وهذه سلطه بالخيار يعني حاجه بسيطه. والزيتون هذا تاع العام اللي دسيته درت به وصفه، يعني جبدته سيمانه قبل من يبدا رمضان، عاود شلحته ودرت له الماء زوج خطرات، ودرت له هذوك اللي درتهم في الوصفه، راه بنين ما شاء الله وطري. وشويه تاع التمر حنا نديروها بالزبده تاع البقري، نقلعوا العلفه ونديروا الزبده تاع البقري. وهذه حريره تاعي تاع البارحه وتسخنتها، عاودتها بالكرويه كي طحنت الخضره عاودتها بالكرويه. وهذا المطلوع تاعي اللي البارح خدمته ما قطعتهش امامكم، كان الوقت كان يعني غالبني شويه، عاود حميته في الفرن. شوفوا ما شاء الله يقعد طري ويقعد ما شاء الله. الطريقه هذيك جربوها وان شاء الله تعجبكم، تاع كي تقلبوا الطبسي في الطاجين. وهذه الفلون باتيسي اللي خدمتها البارح كان درت زوج حبات كبار،
وبقاو لي من هادو عاود حطيتهم، وهذه الشربات اللي خدمتها امامكم قبيلات، شهيدكم في الجنه وصحه فطوركم، وربي يدوم الصحه ولهنا يا ربي ان شاء الله صحه فطوركم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.